نفس المشروع هذه السنة، لكن بدل ما حيكون الإفطار داخل الحرم حيرفعوا من جهودهم ويتعبوا حبتين الله يكون في عونهم، ويوصلوا الوجبات بأنفسهم إلى الفقراء في بيوتهم داخل مكة المكرمة. يعني الأجر هو هو، والمشروع قائم قائم. اللي أجمل من هذا كله يا جماعة إنه أحد فاعلين الخير، وهذه بشرة صراحة أقول لكم، هي أتبرع إنه حيفطر كل يوم في رمضان 10 عوائل، كل يوم 10 عوائل طوال شهر رمضان، بنية كل من ينشر هذا الإعلان، كل من ينشر هذا البوست. اللي بقوله ببساطة إنه كلنا حنشارك في المشروع زي ما إحنا متعودين في كل سنة. اللي يتبرع بمبلغ 300 ريال يفطر كل يوم صائم داخل مكة المكرمة طوال فترة شهر رمضان المبارك، واللي يتبرع ب 1200 ريال يفطر عائلة كاملة، مو فقط صائم واحد، داخل مكة المكرمة طوال فترة شهر رمضان المبارك. أو على الأقل يا جماعة تنشروا هذا الإعلان وتدخلوا في نية تفطير 10 عوائل يوميا طوال فترة شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يبلغنا، إنه يبلغنا رمضان ويتقبلوا منا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله جل وعلا في الآية 94 من سورة الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. قال أهل العلم بالتفسير في معنى هذه الآية: أي وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوه ولم ينقادوا له إلا وابتليناهم بالفقر والقحط وأنواع الأمراض وغيرها لعلهم يتضرعون إلى الله ويستكينون إليه ويتوبون وينيبون إليه. هذه الآية الجليلة أفادتنا فائدة عظيمة، ألا وهي أن الله جل وعلا يبتلي خلقه بصنوف من البلايا لأجل أن يتوبوا ويعودوا إليه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى دلت عليه آيات أخر من كتاب الله عز وجل. قال الله جل وعلا كما في سورة الأحقاف: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال الله جل وعلا كما في سورة الزخرف: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وأصرح من هذا قول ربنا جل وعلا كما في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذه الآية صرحت بسبب من أسباب نزول البلاء، ألا وهو معاصي العباد بما كسبت أيدي الناس. ونعلم جميعا أن عالمنا اليوم، عالمنا المعاصر، يعج بصنوف من الشرك والكفر والإلحاد بل والفواحش وحتى الموبقات. نحن في أيامنا هذه ابتلانا الله سبحانه وتعالى بوباء عالمي ما يعرف بفيروس كورونا. والذي أود هاهنا الكلام عليه هو أننا للأسف إذا نظرنا إلى حالنا نحن المسلمين لا نجد ذاك التضرع والاستكانة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في مقابل هذا البلاء. وهذا والعياذ بالله نذير شؤم. الله جل وعلا في كتابه الكريم ذم أقواما لم يتضرعوا إليه ولم يعودوا ويرجعوا إليه لما ابتلاهم بما ابتلاهم. قال الله جل وعلا كما في سورة الأنعام: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال الله جل وعلا كما في سورة المؤمنون: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. بل هذا الحال والعياذ بالله هو حال أهل النفاق. الله جل وعلا ذمهم كما في سورة التوبة فقال:
أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ الواجب علينا إخواني في هذا الوضع بالذات وفي هذا الزمن بالذات وفي هذا الحال أن نتوب إلى ربنا جل وعلا، أن نعود إليه، أن ننيب إليه، أن نتذلل إليه سبحانه وتعالى ونخضع له وننكسر بين يديه. فالله جل وعلا هو الغني ونحن الفقراء، ومن أظهر مظاهر التضرع لله سبحانه وتعالى الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه. قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أسأل الله جل وعلا أن يوقظنا من رقدات الغفلة، وأن يوفقنا للتزود من التقوى قبل النقلة، وأن يرزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، والحمد لله رب العالمين.